هنعمل الحلو بتاعنا النهاردة قمر الدين، مهلبية قمر الدين اللي برضو قاعدة اتسائل عليها كتير جدا. عايزة اعمل مهلبية قمر الدين زي اللي بندقها برة، لا بتبقى ختمة قوي النشا بتاعها تقيل، ولا بتبقى صيصة، بتبقى مظبوطة كده، قوامها حلو وطعمها كده جميل. نعملها ازاي؟ تعالوا نقول المقادير. لفة قمر الدين متقطعة حتت صغيرة، عندي كمان نشا وزبيب ومكسرات، وعندي نص كوباية سكر ومية زهر بتديها طعم حلو قوي. اللي ما بيحبش مية الزهر ممكن يحط فانيليا، مفيش أي مشكلة خالص. دي كده المقادير بتاعتنا، وطبعا مية سخنة. ليه بقى المية السخنة؟ أدي حلة، هنعمل إيه؟ أدي حتت قمر الدين مقطعاها كده، واروح حطها في الحله. الكلام ده اعمليه من دلوقتي عشان هنسيبها ساعتين كده في الميه السخنه، اهي كده بالشكل ده.